بسم الله الرحمن الرحيم. ببدأ معاكم هلأ محاضرة جديدة من المايكرو. إن شاء الله بالمحاضرة هذه رح ناخد آخر اثنين بنتموا للبروتوزوا، يعني آخر اثنين بنتموا للباراسايت لوحيدات الخلية. إذا متذكرين إحنا قسمنا الباراسايت لإكتوباراسايت وإندوباراسايت، اللي هي الباراسايت الخارجية والداخلية. قسمنا الإندوباراسايت للبروتوزوا اللي هي الطفيليات اللي بتكون وحيدة الخلية، أو الستركشر تبعها بتكون من خلية واحدة. وقسمناه كمان للهيلمنت اللي هي الديدان. اليوم إن شاء الله أو في هاي المحاضرة بإذن الله رح ناخد الليشمانيا ورح ناخد التوكسوبلازما اللي هم آخر اثنين في البروتوزوا. هلأ المرة الجاية إن شاء الله أو خلال الأسبوع القادم كله رح نكون إنه بناخد من رح نكون إنه بناخد إحنا الهيلمنت أو الديدان، ومنختم إن شاء الله إما آخر الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع البعدي. على كل الأحوال رح نبدأ زي ما حكينا محاضرتنا اليوم اللي رح يكون موضوعها الليشمانيا والتوكسوبلازما. هلأ الليشمانيا صراحة هو بتنتمي لعائلة الفلاجيلات، يعني للعائلة الصوتيات أو التي تتحرك بالأصوات. هلأ إحنا شو صرنا ماخدين فلاجيلات؟ صرنا ماخدين الجياردية وترايكومونس فاجينالس، وهلأ كمان رح نحكي عن الليشمانيا. بس طبعا الكلام الموجود هنا هو صراحة غير كافي أبدا أبدا أبدا، وأنتم مطالبين بالخطة بأشياء أكثر من هيك، فأنا حاولت أني ألخص لكم إياه من مصادر تانية بطريقة مبسطة وسهلة. رح أسكر الكتاب ورح آجي أنا وياكم نشرح من هاي الورقة اللي فيها يعني الكلام إن شاء الله أنه يكون بسيط وسهل عليكم. بالنسبة للليشمانيا التايبس، أنواع الليشمانيا، في عنا ثلاث أنواع من الليشمانيا. في عنا الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا ميجر، والليشمانيا دونوفاني. الليشمانيا تروبيكا مرات بسموها الليشمانيا أو كوتينيوس ليشمانيا. الليشمانيا ميجر مرات بسموها مايكوكوتينيوس. معلومة هيك لإلك، يعني الميجر في منها نوعين، برازيليانسز وماكسيكان، وحسب المكان أو حسب أول مكان انتشرت فيه في العالم، اللي هي أما في المكسيك أو في البرازيل. بس إحنا أنتم ما إلكم في هاي التفاصيل، فقط اعرف لأنه في عندي ثلاث أنواع من الليشمانيا. التروبيكا بتعمل كوتينيوس ليشمانيا، او اللي هي كوتينيوس ليشمانيا اسمها الثاني. يعني في عنا الليشمانيا ميجر اللي هي بتعمل ميوكو كوتينيوس ليشمانيا، والليشمانيا دونيفاني اللي هي بتعمل فيسرال ليشمانيا. لما انا بحكي لك كوتينيوس ليشمانيا رح تشوف هلا انه بالديزيز انها الاعراض رح تكون وين؟ على السكن، او وين رح يكون الانفكشن سايت؟ هو السكن، الطبقه الخارجيه من السكن، الاوتر سيرفيس من السكن. بينما في حالة الليشمانيا ميجر راح تكون عندك الإصابة في السكن وفي الميو وفي أي طبقة ميوكس ميمبرين، يعني سواء عندك الميوكس ميمبرين أو الغشاء المخاطي اللي بيكون في النوز في الأنف، أو اللي بيكون في الفم كمان بصير فيه التقرحات، لأن هي الليشمانيا بتعمل زي تقرحات وزي ليجن واسكار والسر، يعني تقرحات في يا اما في الجلد طبعا في حاله الكوتينيوس، او في حاله الميجر بتعمله في السكن وفي الميوكوس ميمبرين. هلا في عنا اخطر انواع الليشمانيا طبعا اللي هو الليشمانيا دونوفاني او الفيسرال ليشمانيا. بالنسبه للليشمانيا دونوفاني او الفيسرال ليشمانيا بدك تكون عارف انها بتصيب الاعضاء الداخليه، من اسمها فيسرال، بتصيب الاعضاء الداخليه من جسم الانسان زي الليفر زي السبلين، وممكن تكون فيتال، يعني ممكن تكون قاتله اذا ما تعالجت، او اذا كانت خلينا نحكي كانت كمية الإصابة كتير كبيرة. وطبعا الأعراض بتكون most serious، يعني الأعراض بتكون خطيرة جدا، ورح نشوف هذا الكلام لما نحكي كمان شوي على الديزيز. على كل بالنسبة للشيب والستركشر، الليشمانيا فيه في اللايف سايكل تبعتها فقط 2 stages. الستيجز هدول هم الأماستيغويد والبروماستيغويد. الأماستيغويد هو spherical shape، يعني هو شيب بيكون كروي أو بيكون شكله دائري، تمام، ما بيكون فيه الفلاجيلا. أوكي، هي في الأخير من مجموعة الفلاجيلات أو من عائلة الصوتيات، يعني تتحرك بالأصوات، لكن هذا الستيج من اللايف سايكل تبعها بيكون
ما في ما له اصوات، او بيكون الصوت هون او الفلاجيلا مختفي، بيكون الفلاجيلا مختفي، بيكون فقط عندنا سينجل انيوكلياس يعني نواة واحدة، والكنتوبلاست. الكنتوبلاست يا جماعة هي زي عاملة زي الفجوة الغذائية، عاملة زي الفجوة الغذائية، وبتكون فيها بعض الانزيمات المهمة للشمانية. طيب بالنسبة للبروماستيجويت اللي هو الانفكتيف ستيج، واللي هو يعني اهم ستيج عند الليشمانيا، طبعا هو بيكون elongated cell، يعني بتكون حاس انها السل جاي كانها خلية اسطوانية او خلية طولية. فيها الكنتوبلاست بتكون موجودة at interior. ايش يعني interior؟ يعني في مقدمة الستركشر تبعها، والنيوكلياس بتكون موجودة مكانها في المنتصف، والفلاجيلا كم فلاجيل عندنا؟ بيكون عنده فلاجيلا واحد، بيكون من بداية الستركشر ل يعني ممتد مع الستركشر كامل، او بيكون يعني طويل ممتد مع الستركشر كامل، فري فلاجيلا. هاي بالنسبة يا جماعة للستركشر او الستيجز اللي موجودة في حياة الليشمانيا. طيب بالنسبة لللايف سايكل، اللايف سايكل تبعتها سهلة وبسيطة. إذا بتعرف إنها الليشمانيا هي مثل البلازموديوم، تنتقل بواسطة فيكتور. إيش يعني فيكتور؟ بواسطة ناقل، بواسطة طبعا الساند فلاي اللي هي ذبابة الرمل، اللي هي ذبابة الرمل. طيب خلينا نشوف أنا وياكم اللايف سايكل. خلينا نبدأ من عند إنه الساند فلاي إجت. الساند فلاي هذه بتكون محمله بايش؟ بالبروماستيجويد. عشان هيك البروماستيجويد هو الانفكتيف ستيج، لانه احنا اتفقنا انا وياكم انه الانفكتيف ستيج هو الستيج اللي اول ستيج بدخل عندك على جسم الهوست او على جسم الانسان. فمشان هيك الانفكتيف ستيج هو البروماستيجويد. هلا بتكون الساند فلاي هذه محمله ب الليشمانيا، طبعا بتكون ماخذها من شخص مصاب، تمام؟ بتيجي بتعطيها للشخص السليم during البلد ميل، او يعني خلال الوجبة الدم اللي هي بتاخدها. هي بتعمل بايت او بتقرص المريض هذا، تمام؟ بتتغذى على الدم، بينزل مع السلايفة تبعها او مع اللعاب تبعها البروماستيجويت لداخل جسم الانسان. البروماستيجويت مجرد ما دخلت لجسم الانسان بتبتلعها المايكروفاج، او اللي هي خلايا الفاجوسايت اللي هي الخلايا البلعمه. اذا بتبتلعها المايكروفاج او الفاجوسايت اللي هي خلايا البلعمه. هلا مجرد ما تدخل او مجرد ما دخلت خلايا البلعمه، طبعا خلايا البلعمه بتكون مفكره انها هي هيك رح تقضي عليها وهي هيك امورها تمام، لكن هي ما بتعرف انه التارجت سيل او الانفكشن سايت اللي اكثر مكان بتحب الليشمانيا تكون موجوده فيه وبتحب تعمل فيه انفكشن وبتحب تتكاثر جواته، أكثر خلايا بتحب تتكاثر جواتها هي يا جماعة الماكروفاج والفاجوسايت. فللأسف إنه طبعاً البروماستيجويت بتحول لأيماستيجويت، تمام؟ والأيماستيجويت بلش تتكاثر داخل الفاجوسايت أو داخل خلية البلعمة لحد ما تتكاثر لدرجة كبيرة، بتنفجر الخلية هذه وبتروح الأيماستيجويت إنها تعمل إنفكشن لأذر سيل، يعني تعمل إنفكشن لماكروفاج تاني أو لفاجوسايت تاني. هلا إلا إذا طبعا إجت ساندي فلاي مرة تانية بدها تتغذى على أو تقرص الإنسان أو تتغذى على بلاد ميل، تاخد طبعا الأيماستيجويت. الأيماستيجويت طبعا في الميد جات أو في الانتستين، يعني في الأمعاء تاعت الساند فلاي، تتحول من أيماستيجويت لبروماستيجويت. طيب بدك تيجي تحكي لي مس مين الديفينيتيف هوست عند الجياردية، عفوا عند الليشمانيا؟ هو الإنسان. الديفينيتيف هوست هو الإنسان. ليش؟ لأنه البروماستيجويت يا جماعة، لأنه الأيماستيجويت هي خلينا نحكي الماتشوريشن ستيج، أو هي الستيج اللي بيعمل يعني اللي بتكاثر وهيك داخل جسم الهوست. فمشان هيك الإنسان هو الديفينيتيف هوست، بينما الساند فلاي هي الانترميديت هوست. انتبه، في الملاريا كان العكس، كانت الانفيلس مسكيتو، لانه السيكشوال ريبرودكشن بتصير عندها والماتوريشن بتصير جواتها، كانت الفلاي هي الديفينيتيف هوست. هون لا، الفلاي هي الانترميديت هوست. طيب هلا اللي بدنا
نحكي أنا وياكم عن الليشمانيا. ضال فقط نحكي بس معلومات بسيطة عن الديزيز. الديزيز طبعا في حالة التروبيكا الديزيز رح يكون كوتينيوس، رح يكون فقط في السكين، في الأبر لاير أوف ذا سكين أو في الأوتر لاير أوف ذا سكين. بصير بيكون عندي أوبن سور. إيش يعني أوبن سور؟ يعني زي تقيح، وهذا التقيح بيكون مفتوح وبيكون عامل زي السكار، يعني زي التقرح الشديد جدا جدا على السكين. وعلى فكرة التروبيكا هي أبسط الأنواع، يعني هي حتى ممكن إنه ينشف، ممكن يقعد سنين يعني، بس ممكن مع الأدوية وهيك يصير في عندنا شفاء كامل، ويعني يلتئم مكان وجود الليشمانيا بشكل كبير. ومشان تكونوا عارفين ترى الليشمانيا التروبيكا كتير منتشرة عندنا في الأردن، يعني إحنا الأردن أكتر حالات الليشمانيا اللي عندنا بتكون تروبيكا. طيب بالنسبة للميوكوكوتينيوس بيكون في إنا عندي ألسر أو سور في السكين وكمان في الميوكوزا. هلا ممكن تكون في الطبقة المخاطية في النوز أو في الموت، يعني بيكون في السكين وفي في طبقة الميوكوس ممبرين. وطبعا بيكون شوي حد اكثر، يعني هذا السور طبعا جدا جدا مؤلم جدا جدا يعني، وبيكون كتير مؤلم في حاله الميوكوكوتينيوس اكثر حتى من التروبيكا. بالنسبه للفيسرال بسموه مرات كالا ازر، بسموه كمان مرات كالا ازر، بتتكون السور هذه لكن وين؟ في السبلين والليفر، بتؤدي الى تدمير كبير في خلايا السبلين والليفر، احيانا ممكن يكون فيتال خصوصا اذا ما تعالج، وبترافق معاه بالعاده حراره عاليه. بالنسبه للترانسميشن طبعا هي بايت اوف ساندي فلاي، يعني بتنتقل عن طريق ذبابه الرمل او ساندي فلاي، بسموها او الاسم العلمي لها فليموبوتوماس، بس انه انتوا احفظوا لي ساندي فلاي واعطيك العافيه. هيك بنكون خلصنا الجزء الاول من المحاضره.